سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجمة سغيا هي قوة المدرك العليا سويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فنحن اليوم إن شاء الله عز وجل مع موعد عن موضوع من الأهمية بمكان، وذلك هو الإخاء والحب في الله عز وجل. بعدما انفصمت تلك العروة الوثقى وأصبحنا الآن بعضنا، وللأسف الشديد لأجل اختلاف في رأي ربما يكون سياسيا، يعادي بعضنا بعضا لأجل أن مثلا مختلف معك في رأي أو في فكر أو في حتى وجهة نظر تعاديني. لماذا؟ نحن ما تمعرت وجوهنا لأجل الله، يعني ربما تنتهك حرمة من حرمات الله عز وجل ولا يتمعر وجه أحد منا لأجل ذلك، لكن عشان أنا اختلفت معك في رأي لا أعاديك وأنصب لك العداء ما حييت. لا، هذا ليس من الأخوة في شيء. انظر الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هؤلاء هم الذين رباهم المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قد آخى بين المهاجرين والأنصار. مهاجرون قوم تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا بدينهم إلى الله عز وجل، هاجروا إلى المدينة، فاستقبلهم أهل المدينة خير استقبال، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء وبين هؤلاء، بين المهاجرين وبين الأنصار، وكان ممن آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. عبد الرحمن بن عوف مهاجري، وسعد بن الربيع رجل أنصاري. وكان سعد بن الربيع رضي الله عنه سيدا شريفا مهابا مطاعا في المدينة، وهو من أثرى الناس في المدينة، من الأثرياء، يعني أثرياء المدينة. فلما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وبين سعد، قال سعد بن الربيع رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف: إني من أكثر الأنصار مالا ولي زوجتان، فأنا أشاطرك مالي، أديك نص فلوسي كلها، ولي زوجتان، فانظر أعجبهما إليك أطلقها لك. شوف أحلى واحدة فيهم وأنا أطلقها لك، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. وقال عبد الرحمن: بارك الله لك في آلك ومالك. وطبعا احنا عارفين ان طبعا العرب كانت عندها غيرة شديدة جدا على النساء، فالرجل بيقول له انا سأطلق لك احدى زوجتي، وكما قلت العرب كانت عندها غيرة شديدة جدا على النساء، حتى ان سعد بن معاذ رضي الله عنه، كان سعد رضي الله عنه كان قد تزوج بالكثير من النسوة، فكان سعد رضي الله عنه إذا طلق امرأة
ما استطاع أحد أن يقترب من هذه المرأة ولا أن يتزوجها. ليه؟ لغيرة سعد، لفرط غيرته رضي الله عنه. ونحن يا أخواننا، نحن قبل أن نكون مسلمين فنحن عرب، عرب يعني رجل عندك نخوة، عندك شهامة، يعني لا تقبل الضيم أبدا في أهلك. مش سايب بنتك ماشي زي ما هي عايزة وخلاص، لا، هذه البنت أنت رقيب عليها ومسؤول عنها أمام الله عز وجل. خارجة راح فين وإيه اللي أنت لابسه ده؟ المفروض تسأل هذه الأشياء، إن هذه البنت ستأتي يوم القيامة وهي تأخذ بتلابيبك وتقول يا رب خذ لي حقي من هذا الظالم. أنا ظالم يا بنتي؟ يا بنتي ده أنا كنت بأكلك أحسن أكل وبلبسك أحسن لبس وبتروح اللي بعمل لك كل اللي أنت عايزاه، دلوقتي بقيت ظالم يا بنتي؟ آه، لأنك لم تقمها على شرع الله عز وجل ولا على حدود الله عز وجل. فقال عبد الرحمن ابن عوف لسعد ابن الربيع: بارك الله لك في آلك ومالك، دلني على السوق. وكان عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه إذا تاجر في التراب ربح رضي الله عنه وارضاه، إذا تاجر في التراب ربح رضي الله عنه. فالمرء لا ينتهي عجبه، بأيمها تعجب؟ بإيثار سعد ابن الربيع أم بنبل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه؟ بأيمها تعجب؟ لكن هؤلاء هم الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله عز وجل هو الذي ألف بين تلك القلوب المتناحرة والأنفس الزاهقة. العرب قبل الإسلام كانت أمة من الهمج، أمة مشرذمة، يعيشون على حافة الدنيا، لا ذكر لهم ولا وزن لهم. العرب قبل الإسلام قامت بينهم حرب، وهي حرب داحس والغبراء. هذه الحرب ظلت 80 عاما، ظلت هذه الحرب 80 عاما تأكل في الناس. ليه؟ يا ترى لأي شيء؟ لأجل فحل وناقة، جمل وأنثى جمل. تخيل الرعونة وصلت إلى أي حد، بيحارب بعض 80 سنة عشان جمل. ما كانت ولك هناك عقول عند العرب، لكن جاء الإسلام فزان تلك العقول، زانها و جعلهم سادة وقادة للأمم جميعا. الله عز وجل وحده سبحانه وبحمده والذي ألف بين تلك القلوب المتناحرة. انظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هذه صورة مشرقة من حياتهم رضي الله عنهم أرضاه. بل انظر إلى ما رآه مسلم في صحيحه في يوم أحد، لما النبي عليه الصلاة والسلام استأذن أصحابه في الجهاد، فخرج عمرو بن جموح رضي الله عنه. وعمرو بن الجموح هذا كان رجلا أعرج شديد العرج، ونحن نعلم أن الله عز وجل عذر هؤلاء، فقال سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يعني في الخروج للجهاد. فأراد عمرو رضي الله عنه أن يجاهد، فاعترضه أبناؤه، وكان له 9 أبناء من الفرسان، الفرسان اللي هم بيكونوا في مقدم الجيش، يعني عزره الله ثم إن له 9 فرسان. فاعترضه أبناؤه فقالوا: يا أبتاه إنك ممن عذر الله. فشكاهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يمنعونه في الخروج معه عليه الصلاة والسلام في الجهاد في يوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمرو إنك ممن عذر الله. فقال: يا رسول الله، أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. انظر إلى علو الهمم من هؤلاء رضي الله عنهم وارضاه، لا أحب أن أكون مع المخلفين أبدا. قال: يا رسول الله، أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه: دعوه،
لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. وفعلا دارت رحى الحرب، وكان عمرو بن الجموح رضي الله عنه في من قتل، فلما أرادوا أن يدفنوه قال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الشاهد الذي أريد من هذه القصة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ادفنوه مع عبد الله بن حرام. عبد الله بن حرام ده اللي هو والد جابر، جابر بن عبد الله بن حرام. قال صلى الله عليه وسلم: ادفنوه مع عبد الله بن حرام، فإنهما كانا متحابين. انظر، فإنهما كانا متحابين، لم يفرق بينهم الحب في الله عز وجل حتى في القبر، حتى في القبر. ويا لها من مكرمة عظيمة أن يكون ضجيعك في القبر رجل تحبه في الله. دي مكرمة عظيمة جدا، أن يكون ضجيعك في القبر رجل تحبه في الله. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل ينادي سبحانه وتعالى يوم القيامة ويقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أين المتحابون بجلالي؟ نحن نحب بعض، أين المتحابون بجلال الذين يحبون، يحب بعضهم بعضا لا لمصلحة ولا لعرض ولا لغرض من أغراض الدنيا، أنا بحبك في الله أنا مش عايز منك حاجة أصلا، لكن هذا الحب، هذه الأواصر، أواصر الإخاء والحب في الله عز وجل من أوكد أواصر ذلك الدين، التي كما قلت انفصمت تلك العروة الوثقى الآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله متى الساعة؟ هذا الرجل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ أنت عملت إيه؟ ماذا قدمت بين قدومك أو بين قدوم الساعة أو بين قدومك على ربك سبحانه وتعالى؟ فقال الرجل: ما أعددت لها كبير شيء غير أني أحب الله ورسوله. أنا ماليش عمل كبير أبدا، غير أني في عمل بس واحد بس هو الذي أقدم به بين يدي ربي سبحانه وتعالى، ألا وهو أنني أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو هذا هو أرجى عمل لي أقدم به على الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بهذه، فإني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وأحب عمر. ليه؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسون، والمرء مع من أحب. المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب. أنت بتحب المطرب الفلاني تحشر معه، بتحب مثلا الرئيس الفلاني تحشر معه، بتحب فلان لعيب كرة تحشر معه، بتحب النبي تحشر معه، بتحب صاحبة النبي تحشر معه. فالمرء مع من أحب. فشوف أنت عايز تحشر مع مين، انظر من تحب حتى تحشر معه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن رجلا أراد أن يزور أخا له في الله، فأرصد الله عز وجل على مدرجته، على مدرجته يعني على طريق هذا الرجل، رجل من الملائكة، تمثل له رجل من الملائكة، تمثل له أحد الملائكة في هيئة الرجل، فقال له هذا الرجل: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية. قال: هل له من نعمة تربها عليه؟ هو الرجل عمل لك حاجة في مصلحة بينكم يعني؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. قال هذا الملك لهذا الرجل: فإني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببته. وكذلك من أحب أخا له في الله فينبغي عليه أن يعلمه. في سنن أبي داود والترمذي من حديث المقدام ابن معد يكرم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه أنه يحبه. أنا بحبك، أجي أقول لك أنا بحبك في الله، أنت بتحبني تيجي تقول لي أنا بحبك في الله، تمام. وأيضا في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي عليه الصلاة والسلام
هذا الرجل رأى رجلا آخر، فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني أحب هذا الرجل. فقال له عليه الصلاة والسلام: أأعلمته؟ أنت عرفته أنك أنت بتحبه؟ أأعلمته؟ قال: لا. قال: فأعلمه. فتبعه هذا الرجل فقال له: إني أحبك في الله. فقال له هذا الرجل: أحبك الله الذي أحببتني فيه. يا زي ما قلت لك، أنا إحنا بنحب بعض، طب ليه ما نوصى، لا نوطد هذه الأواصر، ليه ما نعملش كده، ليه أنا بحبك في الله، طب ما أنا أقول لك بحبك في الله، حتى يسود هذا في المجتمع جميعا، إن إحنا كلانا يحب الآخر. يبقى هذه يا إخواننا ينبغي علينا أن نفعله، إن أنا بحبك في الله أجي أقول لك بحبك في الله، أنت بتحبني في الله تيجي تقول لي بحبك في الله. ده برضه يا إخواننا هذه من أواصر الإخاء، من أحب أخاه فليعلمه. وللمسلم على المسلم حقوق، بينها لنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ستة حقوق، من حقوقي عليك ومن حقوقك علي. يبقى أنا لي عليك ست حقوق وانت ليك علي ست حقوق. انظر بقى الحقوق دي عشان ايه، تتأملها كده وتشوف احنا بنعمل ايه فيها وايه اللي احنا ما بنعملوش. اذا لقيته فسلم عليه، اذا لقيته فسلم عليه. وده يا اخوانا ايضا من اوكد اواصر الاخاء، ان احنا نشوف بعض ما نسلم على بعضين، وهذا من دواعي الحب. قال صلى الله عليه وآله وسلم ايضا في صحيح مسلم كما في حديث ايضا ابي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام، بس عايزك تصلي على النبي مرة، صل على النبي وزيد النبي كمان صلى، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. تأمل هذه الكلمة، أفشوا السلام، يعني اجعلوا هذا السلام فاشيا في كل المسلمين، مش أنا عارفك أسلم عليك ما عرفكش ما أسلمش عليك، لا، هذا من أشراط الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشراط الساعة أن يكون السلام للمعرفة، يعني أنا أعرفك أسلم عليك، ما أعرفكش ما أسلمش عليك، لا، دي من أشراط الساعة، وهذا ليس من الإخاء في شيء، لا. يبقى إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب دعوته. الرجل دعاك لأمر معين، تمام؟ ثم تلبي دعوته. وإذا دعاك فأجب دعوته. وإذا استنصحك فانصح له. الراجل جه طلب منك نصيحة أو مشورة أو بيستشيرك في أمر معين، حقه عليك إنك أنت تنصحه بما يرضي الله، مش إنك أنت تنصحه بنصيحة جائرة، لا. المستشار مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام، أنت جيت تستشيرني يبقى أنا مؤتمن على مشورتك، أن أشور عليك بالصواب والصح، تمام؟ وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته، إنه لم يعطس تقول له يرحمك الله. وإذا مرض فعده، عرفت إن واحد صاحبك جارك صديق ليك مريض، طب ما تزوره في الله. إذا قلت لك أنت مش بتعمل كده تفضلا، لا. تمام؟ وإذا مرض فعده. وإذا مات فاتبع جنازته. يبقى هذه ستة حقوق من حقوق المسلم عليك ومن حقوقي من حقوقك على أخيك المسلم. يبقى هذه ستة حقوق أنا لا أفعلها تفضلا مني، بل هي من الواجبات علي، كما في ذلك الحديث. أين نحن أيها السادة من ذلك الخلق؟ وإذا كان المسلم جار لك ازدادت هذه الحقوق. كان هناك أحد العلماء الكبار واسمه محمد ابن ميمون، وكنيته أبو حمزة السكري. عارفين إخواننا ليه لقب بالسكري؟ دي حلاوة كلامه، كان كلامه حلو جدا مع كل الناس، عشان كده لقبوه بالسكري. وهذا من أحد كبار تلامذة أبي محمد الأعمش سليمان ابن مهران. أبو حمزة السكري هذا كان يقول: ما مرض جار لي
إلا قومت نفقته أثناء مرضه، ثم تصدقت بها على أن الله قد عافاني مما ابتلاه به. بيقول أنا لما بعرف إن في واحد جار ليا، الراجل ده مرض، طيب يا ترى مرض قد إيه؟ أسبوع. طب يا ترى هذه الفترة كم بيصرف فيها الإنسان منا مثلا؟ مبلغ مثلا كذا، تمام؟ يتصدق بذلك المال ليه؟ عشان ربنا عافاني، عافاني بما ابتلى به هذا الأخ المسلم، ربنا عافاني، طب ما أنا أشكر هذه النعمة وأتصدق. ما مرض جار لي إلا قومت نفقته أثناء مرضي، ثم تصدقت بها على أن الله قد عافاني مما ابتلاه به. ومحمد السكري، أبو حمزة السكري هذا كان له جار، وأراد هذا الجار أن يبيع داره. كان هذا الرجل يريد أن يبيع الدار 4000 درهم. فقال له المشتري: إن الدار لا تساوي إلا 1000 درهم. فقال له هذا الرجل: نعم، 1000 درهم ثمن الدار، و1000 درهم جوار أبي حمزة. ليه؟ أنا أعلم أنك ستجاور رجلا نبيلا لن يؤذيك قط، ولن تسمع منه كلمة تعاب قط، فببيع الجوار بنفس ثمن الدار. ليه؟ زي ما قلت، سيجاور رجلا نبيلا، عمرك ما تسمع منه كلمة نابية ولا لفظة مش كويسة، ولن يؤذيك أبدا. فبلغ ذلك أبو حمزة السكري، فأعطى هذا الرجل، أعطى جاره 4000 درهم، وقال: أبقى في دارك ولا تبع الدار. تمام؟ انظر لهذا الخلق العظيم. دلوقتي احنا لو مثلا الواحد جار ليك، الراجل ده مثلا مشغل المسجل عالي، التسجيل عالي جدا، انت بتروح تقول له: بعد اذنك، والله يعني بعد اذن حضرتك، استاذن حضرتك، بس لو تخفض صوت المسجل شويه، او التسجيل، او الكمبيوتر، او ما شابه ذلك. ايه، واحنا مش نعرف نقعد في بيتنا كمان؟ هيقول لك كده. لكن هذا ليس من الاخاء ايضا في شيء. شوف السلف الكرام، شوف ضربوا لنا اروع الامثله في ذلك الخلق، خلق الحب والاخاء في الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. 3 خصال ما اجتمعنا في شيء من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وكأن الإيمان ده له حلاوة تذاق، له شيء يذاق به، بتستطعم الإيمان ده. 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، انظر بقى، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. أنا بحبك لله، أنا لا عايز منك مصلحة ولا عايز منك شيء ولا خالص، أنا بحبك لله عشان ربنا يحبني. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح مسلم في حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، فالشرط أن تكون المحبة في الله، وأن يكون الاجتماع والافتراق على طاعة الله. هذه الخصلة جالبة لظل الرحمن غدا يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وبحمده. فانظر لهذا الخلق، أين نحن من ذلك؟ وقد روى مالك وأحمد والحاكم وغيرهم أن أبا إدريس الخولاني قال: بينما أنا في مسجد دمشق إذ رأيت رجلا براق الثنايا، قال: وإذا حوله أناس يذكرون الله تعالى، قال: ويتذاكرون، فإذا أشكل عليهم أمر ردوه إلى ذلك الرجل ويصدرون عن رأي، يعني مش بيستشيروا بيرموا كلامه بعرض الحائط، لا، بيستشيروا بينزلوا على رأي، إذا قال لبوا رأيه ولبوا كلامه ويصدرون عن رأيه. فقلت: من هذا الرجل؟ فقالوا: إنه معاذ بن جبل رضي الله عن معاذ. قال: فلما كان في اليوم التالي هجرت، يعني جيت صبح بدري هجرت
قال فوجدته قد سبقني بالتهجير، لقيت الراجل ده برضه جه قبلي. قال وإذا هو واقف وقائم يصلي لله عز وجل. قال فلما قضى صلاته جئت من قبل وجهي، لف كده وجاله من قصاد وشه كده. قال فقلت له إني أحبك في الله. قال فأخذ معاذ بحقوي بتلابيبي وقال لي الله. قلت الله، يعني معاذ بيقول له والله، قال له والله الله. قال الله. قال الله. قال الله. قال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، قال الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في. تأمل كده، عايزك تتدبر الكلمتين دول عشان تشوف ربنا بقى هيحبك ازاي وبأي شيء تستجلب محبة الملك سبحانه وتعالى. وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتناصحين في والمتباذلين في. يا تأمل الكلمات دول كده، شوف أربع خصال تستجلب بهم محبة الرحمن سبحانه وتعالى. وجبت محبتي المتحابين في والمتناصحين في والمتباذلين في والمتزاورين في. إنك أنت لما تزور أخلاق في الله مش عشان مصلحة ولا عشان شيء، ربنا يحبك. لما كنت تنصحه لله ربنا يحبك، لما كنت تحبه في الله ربنا يحبك. انظر هذه الخصال العظيمة من هؤلاء الصحابة وهؤلاء السلف رضي الله عنهم. والسلف الكرام ضربوا لنا أروع الأمثلة في تقويم هذا المعنى وتفعيله بينهم. لما مرض الإمام الشافعي دخل عليه تلميذه الربيع ابن سليمان، فالربيع بن سليمان قال للشافعي قوى الله ضعفك يا إمام. الربيع بيقول له قوى الله ضعفك يا إمام، مقتضى الكلام أو مفهوم الكلام إيه؟ يا ربنا يزيدك ضعف إلى ضعفك، واخد بالك إزاي؟ هذا مفهوم الكلام. فقال الشافعي يا ربيع انظر ماذا تقول، تأمل تدبر شوف أنت بتقول إيه يا ربيع، انظر ماذا تقول، فلو قوى ضعفي لقتلني، لو ربنا قوى ضعفي زادني ضعف إلى ضعف يعني أموت. فقال له الربيع والله ما قصدت يا إمام، أنا مش قصدي والله، أنا قصدي ربنا يعافيك وربنا يقومك بالسلامة وإن شاء الله تقوم لنا بخير وبسلامة إن شاء الله وربنا يعافيك وإن شاء الله تبقى كويس، قصدي أقول كده. قال والله ما قصدت يا إمام. فقال له الشافعي يا ربيع والله لو شتمتني صراحا لعلمت أنك لا تقصد، أنا عارف أنك أنت بتحبني بس ما عرفش تعبر، خانك التعبير. انظر لهذا الخلق، ان احنا يا اخواننا نلتمس المعاذير لبعض، مش احنا بقى قاعدين لبعض على الوحده، لا ما ينفعش، لا ده كان قصده كذا بالكلمه دي، لا ده كان قصده كذا، لا يا اخواننا لا، يعني احمل لاخيك كلامه على اي محمل فيه خير، لا تحمل لاخيك محمل كلمه فيها محمل الشر حتى لو كان نسبه ضئيله جدا. كان ابن سيرين يقول التمس لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذر فقل لعل له عذر، انت مش لاقي العذر خالص، قل لعل يمكن انا مش واخد بالي هو ليه عذر بس انا مش واخد بالي. يبقى احنا اخواننا نعيش في هذا المجتمع العظيم الذي نعيشه بهذا الخلق العظيم الذي رباه فينا الإسلام. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول إخواننا أحب إلينا من أهلينا، إخواننا دول أحب إلينا من أهلينا، فإخواننا يذكروننا بالله، وأهلنا إنما يذكروننا بالدنيا، إخواننا يذكروننا بالله، ليه؟ نتذكر شيء من القرآن، نتدرس شيء من العلم، نحافظ بعضنا على بعض، بيننا إخاء، وبيننا حب، وبيننا دفء، وبيننا عطف، وبيننا حنان، إلى غير ذلك. وأهلنا إنما يذكروننا بالدنيا، ما تنساش مش عارف تجيب إيه، وأوعى تنسى الطماطم، وإنسى هكذا. وكان على مسروق دين ثقيل، وعلى أخيه خيثمة دين ثقيل، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم. شو بقى الخلق ده يا اخوانا، انظر إلى هذا الخلق العظيم من هؤلاء الصحابة ومن هؤلاء السلف رضي الله عنهم وأرضاهم.
وكان الشافعي رضي الله عنه ورحمه كان يقول: من صدق في أخوة أخيه، شوف بقى تأمل بقى الكلمتين دول بتوع الشافعي دول، من صدق في أخوة أخيه، فعلا الأخ الصادق في أخوته، من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسدد خلله وعفى عن زلله. يا سلام على الثلاث كلمات بتوع الشافعي دول، يكتبوا بماء العيون مش بماء الذهب، لأن ماء العيون أغلى وأنفس من ماء الذهب. من صدق في أخوة أخيه قبل علله، الراجل أخطأ وجه اعتذر لك، طب ما تسامحوا لله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ سامحوا لله. من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسدد خلله، أنا عارف أنه راجل كويس جدا وأخ محترم وفاضل جدا وأنا بحبه، غير أنه هو في بعض الخصال كده أنا ما بحبهاش، طيب ما أنا أضمد ذلك وتدوم أخواتنا، يعني أضمد هذه الأشياء التي أنا لو أحبها وتدوم بيننا الأخوة في الله عز وجل. وعفى عن زلله، الرجل زل وأخطأ، غير أنه جه معتذر، طيب ما تسامحه لله يا أخي، مش أنك تقعد توبخه ولا ما ينفعش، لأن الملامة هذه تقطع أيضا هذه الأواصر، إنما أقعد ألم واحد وأنت عملت كذا وعملت كذا وعملت، لا سينفر مني. لكن تغافل، قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. يبقى أنت فاهم كل حاجة وعارف، لكن أنت بتكبر دماغك، الفطن المتغافل. انظر هذا الكلام الرائع من الشافعي رضي الله عنه ورحمه. وكان أيوب السختياني رحمة الله عليه يقول: إذا جاءني موت أخ من إخواني فكأنما عضو من أعضائي قد سقط. يقول لما بيبلغني إن فلان صاحبي ده مات، كأنما عضو من أعضائي قد سقط. وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أنت لما رأسك مثلا بيوجعك بتعمل إيه؟ بتنام في السرير. ليه؟ كل الأعضاء متفاعلة مع هذا العضو. تمام؟ فكذلك المسلم، كذلك المسلم لأخيه يتداعى له ويحوطه ويرعاه ويحفظ كنفه ويحفظ أهله، هكذا ينبغي أن يكون. وكان أيضا جعفر بن محمد الصادق كان يقول: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. يقول أثقل أتقل واحد علي في حياتي بحالها، يقول من يتكلف لي، يقعد يتكلم بقى ينمق الكلمات، من يتكلف لي وأتحفظ منه. يبقى أنا بتكلم معاه بحذر، ليه؟ خايف أتكلم كلمة يفهمها على غير مرادها. لا، دي مش أخوة يا إخواننا أبدا، مش أخوة أبدا، إن أنا أقعد أحمل كلامه كما لا يحتمل، لا ده ما ينفعش، لا ده كان قصده كذا، لا ده كان عايز يقول كذا، لا ده كان مراد، لا أبدا، لا هذا ما ينبغي أن يكون يا إخواننا أبدا. أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأحبهم إلي وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. يبقى أنت حاسس أنك أنت بتفكر بس بصوت عالي، ليه؟ الراجل ده عمره ما هيحمل كلامك على غير مراده أبدا، ولن يحمل كلامك ما لا يحتمل أبدا. وكان الحكماء يقولون: من سقطت كلفته دامت ألفته. الإنسان ما بتكلفش ده الناس بتألفه على طول، ده الناس بتألفه على طول. وكذلك أيضا الحب، انك انت تحب للمسلمين اللي انت بتحبه لنفسك. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال، عايزك بقى تصلي على النبي امال عليه الصلاه والسلام، صلي على النبي وزيد النبي كمان صلاه، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، قال عليه الصلاه والسلام: من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويحب للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يا سلام على الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. من أحب أن يزحزح عن النار، اللي يحب أنه يبعد عن النار خالص، ربنا يبعده عن النار. من أحب أن يزحزح عن النار
ويدخل الجنة، وربنا يكرمه ويدخل الجنة ويدخل الجنة، فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، إن هو يموت على التوحيد. وأعظم شيء إن الإنسان ربنا يكرمه وأن يموت على الإسلام، هذه أعظم منة ونعمة، إن ربنا يكرمك وتموت على دين ربنا، دين الإسلام. كان أحمد بن أبي الحواري يقول: إذا دخلت قبرك ومعك الإسلام فأبشر، فيا بشرى من دخل قبره ومعه الإسلام. فيقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ويحب للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. إنك أنت تحب للناس كلها الخير زي ما أنت بتحب لنفسك، مش أنت بتحب الخير لنفسك، بتحب الخير لأولادك، بتحب الخير لأهلك، طيب حب هذا الخير لكل المسلمين، حب هذا الخير لكل المسلمين. ينبغي أن يكون هذا بيننا يا إخوانا. لو عايز ربنا يكرمك وإنك أنت تزحزح عن النار وتدخل الجنة، فأحب للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. وكان كان الفضيل بن عياض رحمة الله عليه يقول: إذا أردت أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، فكيف وأنت تحب أن يكون الناس دونك؟ بيقول أنت لو عايز أو حابب أن الناس كلها تكون زيك، لا ده مش تصحي لله ولا رسوله. لا، ليه؟ أنت المفروض تبقى تحت أرجل الناس، الناس كلها، كل الناس دي أفضل منك. لا يا عم، كل الناس دول أفضل مني، وكل الناس دي أقرب إلى الله عز وجل مني. هكذا ينبغي أن تظن. كان الفضيل يقول: إذا أردت أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك؟ عايز أنت تبقى أحسن واحد في الدنيا، ماشي في الطاعة، لكنك أنت، عشان كده بعض السلف كان يقول: الإخلاص أن تخرج من بيتك وأن ترى الناس كلهم أفضل منك. هو ده الإخلاص، إنك أنت شايف كل الناس دي أفضل مني. لا يا عم، ده أنا لا، ربنا يسترني بستري الجميل، لا الناس دي كلها أفضل مني، كل هؤلاء أقرب إلى الله عز وجل مني. ينبغي عليك أن تظن هذا الظن. ليه؟ عشان ما تأخذ، لا تأخذك العزة بالإثم، عشان ما يكونش فيه شيء في قلبك، عشان ما يدخلش الكبر والرياء والعجب في قلبك، إنك أنت تشوف كل الناس دي أفضل منك. كلهم أفضل مني. وأن تنظر إلى نفسك بعين المقت. كان محمد بن واسع رحمة الله عليه كان يقول لابنه: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. ده مين؟ ده محمد بن واسع. محمد بن واسع هذا هو سيد العباد والزهاد من سلفنا المبارك. محمد بن واسع هذا وصاحب الكلمة الشهيرة المعروفة. كان يقول: لو كان للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. بيقول لو كان الذنوب دي لها ريحة، ما كانش حد أبدا قدر يستحمل ريحتنا. هذا من ستر الله. ومعين محمد مسعى هذا ممن تستمطر السماء بذكره. قتيبة بن مسلم بينما هو في بعض غزواته إذ استعصى عليه فتح مدينة تستر، فسأل عن محمد بن واسع، فقال: أين محمد بن واسع؟ قالوا: ها هو في هذا الركن وهو شاهر سيفه إلى السماء. فقال قتيبة بن مسلم: والله لا أصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف سيف شهير، أحب إلي من ألف سيف مشتهرة أو مستلة في سبيل الله عز وجل. ليه؟ هذه أصبع تصعد إلى السماء مباشرة، ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب. هؤلاء هم الزهاد والعباد والمتألهين. ومع ذلك محمد بن واسع يقول ذلك عن نفسه، يقول لابنه: أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله. أمال إحنا نعمل إيه؟ بيقول له ربنا ما يكثر في المسلمين واحد زي أبوك، عشان ربنا مش مبتلي الناس إلا بواحد زي أبوك ده. يا إنا لله وإنا إليه راجعون. أمال إحنا يا إخوانا نعمل إيه؟ إحنا نعمل إيه؟ محمد بن واسع هذا كان يقوم الليل كله، وكان ظل 20 عاما يصلي الفجر بوضوء العشاء. ليه؟
كل طول الليل كله واخده في قيام الليل وفي الطاعة لله عز وجل 20 سنة لم يضع جنبه على الأرض، ومع ذلك يقول لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان ابن عباس رضي الله عنه كان يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. يا شوف ابن عباس، شوف انظر إلى هذه الدرر من هؤلاء، بيقول أنا بمر على الآية من كتاب الله وأنا عارف تفسيرها وعارف إمتى نزلت ومتى نزلت، ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أم في حضر، وأعلم نزلت هل نزلت بالليل أم بالنهار، ونفسي الناس كلها تعرف الأحكام اللي في الآية دي زي ما أنا عارف، نفسي الناس كلها تعرف العلم اللي عندي، نفسي أوزع هذا العلم في الناس. إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم. شوف يا أخوانا، انظر إلى هذا الخلق من هؤلاء، وشوف إحنا فين دلوقتي. إحنا الواحد مننا دلوقتي لو عنده شوية علم بيبدأ يفتخر بذلك ويرفع هامته بذلك على الخلق ويظن أنه من أعلم الناس. لا، هؤلاء كانوا يودون أن يبثوا هذه العلوم في الناس لا أن يفتخروا بذلك. فالعالم ينبغي عليه إذا زاده الله عز وجل علما أن يخضع وأن يطأطئ رأسه للناس. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه كان يقول وددت أن الناس كلهم يعلمون ما أعلم، وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. شوف الشافعي بيقول لك إيه، بيقول لك وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيئا. نفس الناس كلها تتعلم دين ربنا، نفس الناس كلها تخاف الله، نفس الناس كلها تعلم أحكام الله وتعلم حدود الله وتعلم وتقف على حدوده سبحانه وتعالى، ولا ينسب إلي منه شيء. مش لازم يقولوا الشافعي قال، بس الناس كلها تبقى عارفة دينها، لكن مش لازم الناس كلها قال الشافعي قال. لا، مش عايز كده، أنا عايز أبث هذا العلم في الناس، أبث هذا العلم في الناس ولم ينسب إلي منه شيء. مش لازم يقول الشافعي قال خلاص، بس الناس تكون عارفة دينها، تكون عارفة شريعة الله عز وجل، تكون عارفة حدود الله، تكون عارفة محارم الله عز وجل، ولا تجترئ على اختراق تلك المحارم. هكذا كان السلف الكرام. وكان عتبة الغلام كان يكون صائما فيقول لبعض إخوانه أخرج إلي تمرات حتى أفطر عليها حتى يكون لك مثل أجري. يقول له هات لي مية أو تمر عشان أفطر عليها، ليه؟ عشان ربنا يكتب لك نفس أجري. فانظر هذه الأخلاق العظيمة من هؤلاء رضي الله عنهم ورحمهم، هكذا عاشوا، هكذا عزوا، هكذا سادوا. بل انظر إلى الإمام السدي. السدي هذا من أحد السلف الكبار العظام، ولا غر، فكل هؤلاء كان من العظام وكانوا من الكبار رضي الله عنهم ورحمهم. هؤلاء كانوا يعيشون في عصر مجيد مشيد. السدي هذا أحد أعلام السلف. قال لي 20 عاما وأنا أستغفر الله عز وجل من قولي الحمد لله. تخيل بقاله 20 سنة يستغفر ربنا إنه قال الحمد لله. إزاي بقى؟ طب إيه يعني إيه ليه كده؟ تأمل بقى. قال وذلك أنه وقع حريق ببغداد. قال فاستقبلني رجل واحد قابلني وقال لي نجا حانوتك، بقول الدكانة بتاعتك
او المحل بتاعك الحمد لله بخير وسليم زي ما هو، الحمد لله النار ما طلتوش يعني ولا الحاجة، الحمد لله نجا حانوتك. قال فقلت الحمد لله. قال فمذ قلتها وأنا أستغفر الله عز وجل حيث أردت لنفسي ما لم يكن لإخواني. ياه، يقول عشان قلت الحمد لله إن المحلات بتاعت الناس كلها اتحرقت، وأنا الحمد لله المحل بتاعي والدكانة بتاعت الحمد لله نجت، فهو بيقول أنا بقالي 20 سنة بستغفر ربنا ليه؟ عشان أردت لنفسي الخير دون إخواني. إحنا فين إخواننا من الحاجات دي؟ زي ما قلت لك احنا دلوقتي بنعادي بعض عشان اراء سياسيه. انظر الى عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه صلى الفجر يوما ثم التفت وقال اين معاذ بن جبل؟ فقال معاذ ها انا يا امير المؤمنين، انا هنا، هو انا موجود هنا، ها انا يا امير المؤمنين. فقال عمر لقد بت الليله وأنا أتقلب شوقا إلى لقائك يا معاذ. ياه، يقول له أنا طول الليل ما عرفتش أنام عشان نفسي أشوفك، أتقلب شوقا إلى لقائك يا معاذ. فاعتنق وجعل يتباكيا. هم دول اللي النبي رباهم، هؤلاء هم صنعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هم دول تربية النبي، هم دول الذين تخرجوا به عليه الصلاة والسلام. زي ما قلت لك احنا دلوقتي بنعادي بعض عشان آراء، من آراء سياسية، ممكن انا بعاديك عشان انا مؤيد او معارض او ما شابه ذلك. ليه؟ احنا ما تمعارض وجوهنا لاجل الله ورسوله، وانا ما عاديتك لاجل الله ورسوله ابدا. احنا بنعادي بعض عشان انا عشان انت مختلف معايا في الراي او في الفكر، عشان كده تعاديني وتقاطعني، بل ربما تتمنى قتلي، تتمنى اعتقالي، تشمت في دمائي. عشان ايه؟ عشان انا مختلف معاك بس في راي سياسي، مش عشان انا مثلا عملت فعل مخالف لشرع ربنا ولا حاجه، لا ابدا، مش عشان كده، مش عشان كده. فنحن الان اصبحنا بهذه هذا الشيء الذي يمجه المرء، والذي يمجه وتمجه الفطر السليمة السوية. في صحيح في سنن أبي داود من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من قتل مسلما فارتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من قتل مسلما فاغتبط بقتله، انا مبسوط قوي خالص عشان قتلوا فلان ده. من قتل مسلما فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله عز وجل منه لا فرضا ولا نفلا. احنا لازم يا اخواننا نعود مره ثانيه الى حظيره الاخاء والحب في الله عز وجل بعدما انفصمت تلك العروه الوثقى، هذه العروه التي وثقها الله عز وجل وأرساها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بيننا، أن تدوم بيننا الحب، أن يدوم بيننا الحب وتدوم بيننا الأخوة في الله عز وجل، وأن أنا أحبك لله، أنا لا عايز منك شيء ولا عايز منك، لا أريد منك شيئا ولا أريد منك جزاء ولا شكورا، ولا أريد منك لا عرضا ولا غرضا من أغراض الدنيا. فهذه كلها أشياء زائلة. وأين الأخ الصالح؟ إخوانك، أهلك فرق فيهم الميراث، وإخوانك متشبثون بجدثك يدعون الله عز وجل لك، وأنت بين أطباق الأرض. أنت تكون ضجيع في قبرك وتكون ميتا، وإخوانك يدعون الله عز وجل لك بالمغفرة والرحمة والعفو، لكن أهلك يتقاسمون مالك، يقتسمون ذلك المال، بل ربما لا يحمدونك على هذا المال ولا يحمدونك على هذا الإرث. ليه؟ لأنك أنت ما ربتهمش على طاعة ربنا. لكن الأخوة في الله أنك أنت لما بتحب أخ في الله بتحبه إذا قلت لك مش عايز منه حاجة. وأفضل الأخوة أخوة المساجد، أخوة المساجد،
اللي احنا دلوقتي ربما للاسف ما يعني قل ما ان تعرف انسانا في مسجد. ممكن تعرف انسان على القهوه، تعرف انسان مثلا في على نت، تعرف انسان مثلا على الفيسبوك، تعرف انسان في كل في حته. طيب فين دور المسجد يا اخواننا؟ اين اخوه المسجد؟ اين هذه الاخوه العظيمه؟ ليه؟ لان احنا بنلتقي على طاعه ربنا، فانا لا عايز منك حاجه ولا انا عايز منك شيء ابدا، ولا اخونك ولا ابدا خالص. فافضل الاخوه اخوه المساجد، وهذه من اربط الوثاقات، تلك العروه الوثقى، الاخوه في الله عز وجل، ولا سيما كما قلت الاخوه في المساجد. فينبغي علينا ايها الساده ان نعمم تلك الاخوه في الله عز وجل، وان يدوم بيننا الحب في الله عز وجل، الحب في الله ولله، مش عشان شيء ولا عشان أي شيء من أعراض الدنيا ولا أغراضها. هكذا ينبغي أن يكون المسلم بين إخوانه. فنريد أيها السادة في ختام هذه الحلقة أن نعمم هذه الأواصر، أواصر الأخوة والحب في الله عز وجل. رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربى صحابته على تلك الأخوة، ورأينا كيف كان السلف الكبار العظام رضي الله عنهم ورحمهم كيف أرسوا تلك القواعد وتلك الأواصر، الأواصر، أواصر الأخوة في الله عز وجل. وإنك أنت تحب للناس كلها اللي أنت بتحبه لنفسك، ما تكونش ممتاز عن الناس بشيء، لا، أنت تحب للناس اللي أنت بتحبه لنفسك، تمام؟ وضربنا أمثلة لهؤلاء السلف من الصحابة، وهؤلاء كما قلت هم الذين رباهم المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهكذا ينبغي أن نكون. ورأينا كيف كانت العرب في الجاهلية، كانت أمة من الهمج، يعيشون على حافة الدنيا، لا وزن لهم ولا ذكر لهم أبدا أبدا، لكن جاء الإسلام فجعلهم سادة وقادة للأمم جميعا. وفي الختام نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحب فيه عز وجل. وأختم بما قاله القائل: أخوك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. وقال الآخر: كم من أخ لك لم يلده أبوك، وأخ أبوه أبوك قد يجفوك. صاف الكرام إذا أردت إخاءهم، واعلم بأن أخ الحفاظ أخوك. كم من إخوة لك لم يلدك أبوهم، وكأن آباءهم ولدوك. ربما أخوك اللي من أمك وأبوك ما يكونش بينكم أواصر ولا شيء. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحب فيه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الحب في جلاله سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. علقت أحلى